فضاحك روضها صبحا وعصرا، ألا حي الغمام ربوع قصرا. بعض الحارات تأسرك سيرة رجالاتها قبل مبانيها، تتقافز الأسماء، تعلو الأبراج والأسوار، تشع بنورها طرقات الحارة وجدرانها، بل وتفيض إلى آفاق واسعة. تتساقط حجارة الحصون، وعطاؤهم يبقى في الصدور والكتب، تزيده الأيام بهاء وألقا. قصرى إحدى هذه الحارات، اسمها من القصور، بيوت شامخة بمبانيها وذكرى ساكنيها، تزينها النقوش على الأبواب والنوافذ، تحفة معمارية تزيدها جمالاً الممرات والعقود المسقوفة عند بواباتها الرئيسة، وبساتين النخيل والأفلاج تكمل لوحة الإبداع. قصرى تتوسط مدينة الرستاق العريقة، المدينة التي كانت عاصمة لعمان في عهد دولة اليعاربة وحتى عهد الإمام أحمد بن سعيد مؤسس دولة البوسعيد، فترة امتدت منذ العام 1624 ميلادي إلى العام 1789 للميلاد. حارة قصرى حارة قديمة، بناها مع بناء القلعة الرساق، حتى من اسمها يعني اسمها قصرى، وكانت تسمى قلعة الرساق سابقا كسرى، وهي قلعة قديمة بنيت قبل الإسلام، وقد يكون بناء الحارة منذ بناء هذه القلعة، فهي قديمة جدا قدم القلعة قلعة الرساق، وهي عبارة عن بيوت متراصة متقابلة تشكل سورا يعني بعضها فوق بعض. ومن الأشياء الموجودة داخل هذه الحارة أن جميع البيوت داخل الحارة بإمكانك أن تدخل بيتا وتخرج من آخر بيت، يعني كلها مترابطة وكل بيت يرتبط بالبيت الآخر. عندما تخطو نحو قرية قصرى وحارتها العريقة، يتراءى لك التاريخ متجسدا، يستدعي رجالا لهم في تاريخ عمان جولات وصولات. فهنا بيت الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، وهنا المسجد الذي بويع فيه بالإمامة، وقريبا بيت من عقلت الإمامة للإمام ناصر بن مرشد على يديه، وكان عضده الأيمن الشيخ خميس بن سعيد الشقصي، صاحب كتاب منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين، في موضع يعرف بحارة لجناء من قصرى. تمر أمامه ساقية فلج أبو ثعلب. درس في مسجد قصرى، أحد أقدم وأهم المساجد في الرستاق، ازدهر في نهاية القرن الثالث عشر الهجري وبداية القرن الرابع عشر الهجري، كان مركز عبادة وعلم وسياسة، فيه تخرج الإمام نور الدين السالمي على يد شيخه العلامة راشد بن سيف اللمكي، وقامات أخرى كثيرة تكاد ترى خطواتهم في طرقات الحارة بين البيوت والمسجد والفلج، شعور يزيد المكان مهابة. حارة قصرى من ولاية الرستاق تمثل إحدى الحوائر العمانية التي لها أبعاد تاريخية وأبعاد حضارية. من الناحية التاريخية تعتبر حارة قصرى يعني تستمد مكانتها التاريخية من موقعها في ولاية الرستاق. طبعا ولاية الرستاق تاريخيا كما عرف لها دور تاريخي وحضاري كبير. يكفي أن نشير هنا أن ولاية الرستاق قد كانت عاصمة لدولة اليعاربة، وكذلك كانت عاصمة لبداية الدولة البوسعيدية، وامتدت إلى سنين
كذلك من الأمور العلمية المهمة في حارة قصر ما يعرف ببيت الكتب. بيت الكتب هذا هو أحد البيوت الموجودة داخل حارة قصر، أوقفه الشيخ خميس بن سعيد، الشخص الذي أشرت من قبل بأنه كان في بداية دولة عهد اليعاربة، وكان أيضا من المبايعين للإمام ناصر بن مرشد، وممن كان من قادة جيشه. بيت الكتب هذا هي من البيوت التي يقل يعني وجودها في السلطنة، ربما توجد في بعض الولايات العمانية ذات الحواضر العلمية، وهو عبارة يمثل عن مما نعرفه الآن في عصرنا هذا بالمكتبات العامة، لأن هذا البيت كان في صورة مكتبة يرتاده طلبة العلم للقراءة. فلو ربطنا بين الأمرين، بين مسجد قصر الذي هو المركز العلمي، وكذلك بين بيت الكتب الموجود أيضا داخل حارة قصر، لوجدنا هنالك تكاملا بين التعليم الذي يعني يتلقاه الطالب على يدي معلمه، وبين التعلم الذاتي الذي يكون عبارة عن مطالعة لهذه الكتب ومدارسة مع زملائه وإخوانه. كذلك بيت الكتب هذا قد أوقف له الشيخ خميس بن سعيد الشخصي بعض المزارع، زارع النخيل، وقد أوقف هذه المزارع لأجل صيانة هذه الكتب ولأجل نسخها، ولا تزال هذه الأوقاف باقية إلى الآن. الحنين إلى دفء الحارة والارتباط بتاريخها ومآثرها جعل يد الترميم تمتد، تعيد الحياة إلى حارة بهذه المكانة. أحد هذه البيوت الشهيرة البيت الغربي مقابل مسجد قصر، بيت العلامة راشد بن سيف اللمكي، أصبح متحفا مزارا يوجز تاريخ رجال عمروا المكان سيرة وعلما، ويختزل مناحي الحياة اليومية في حارة قصر. يفتح أبوابه مرحبا دون مقابل، يحكي فصول أيام خلت، خلفت آثارا مادية ومعنوية لا زالت حية في وجدان الأجيال المعاصرة. اللي شجعني فيه طبعا هو لأن الحارة هذه تجسد الشخصيات التاريخية، منها الإمام ناصر مرشد وخميس الشخصي وجدي العلامة راشد بن سيف اللمكي اللي هو تلمد على يديه الإمام نور الدين السالمي، وكان كاتب وشاعر ومؤلف وأديب وقاضي القضاء. المتحف هذا ما يعني متحف وبس وفيه مقتنيات، بالعكس هذا المتحف هذا يجسد الحياة القديمة اللي يربط بين الحارة وتاريخها يعني العريق. لما تدش المتحف تدش تشوف الغرف، غرفة المرأة، غرفة المولود، غرفة الضيافة، مكان التمر، مكان المطبخ، مكان الطوي.